بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر للقارئ ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فابتداء أشكركم على حضوركم لسماعي وقراءتي هذا الكتيب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، كتاب فضل القرآن للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 من الهجرة، يعني قبل 240 سنة تقريبا توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وقد نفع الله تبارك وتعالى به وبدعوته كثيرا، وصنف رحمه الله جل وعلا كثيرا من الكتب والرسائل النافعة، ومنها هذه الرسالة المباركة في فضل القرآن الكريم. وهذه الرسالة على صغر حجمها، إلا إنها جمع فيها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نصوصا من الكتاب والسنة تدل على مكانة كتاب الله جل وعلا عند الله جل وعلا وعند الرسول وفي شريعتنا. والله جل وعلا أكرم هذه الأمة وميزها على سائر الأمم السابقة، وذلك بأن أرسل إليها خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكريم، وشرع لها أكمل شرائعه وهي هذه الشريعة السمحة التي نرفل بها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. هذا القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ساطع التبيان، قوي الحجة والبرهان، معجز فوق كل معجز، ما إن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى وحكم بين الناس، كما سيأتي في الأبواب التي رتبها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. فكشف الله جل وعلا عن هذه الأمة بالقرآن الغمة، وهداها إلى الصراط المستقيم، فأحيا به القلوب وجلى به عن العيون، أسمع آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، جل العمى عنها. هذا الكتاب العظيم أنزله الله تبارك وتعالى خاتما للكتب السابقة، إذ أنزل الله تبارك وتعالى كتبا كثيرة، لأنه أرسل رسلا كثيرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير،
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين فقال 310، هذا عدد المرسلين. والمعلوم عند أهل العلم أن كل رسول من هؤلاء الرسل أتى بكتاب من عند الله، إذن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى 310 كتاب، هذه الكتب التي أنزلها الله جل وعلا وكلها كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر الله لنا بعض كتبه، ذكر لنا التوراة والإنجيل والزبور والصحف والفرقان والقرآن الكريم كما هو معلوم لديكم جميعا، لكن الأمم التي أرسل إليها أولئك الرسل وأنزلت إليهم تلك الكتب لم يحفظوها، لأن الله تبارك وتعالى وكل حفظها لهم، كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان الله جل وعلا إذا أنزل كتابا أمر الناس بحفظه، أن يحفظوه من التغيير، وحذر من تحريفه وتبديله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يحفظوا تلك الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عنهم يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، فحرفوا تلك الكتب، فما كان من الله جل وعلا إلا أنه ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وختم الكتب بالقرآن الكريم. ولما كان هذا الكتاب خاتما لكل الكتب تعهد الله بحفظه سبحانه وتعالى، ولم يترك حفظه للناس بل حفظه هو سبحانه وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فظل محفوظا إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى حين يرفع من الصدور ومن السطور، وهذا في آخر هذه الدنيا. فظل محفوظا لا يستطيع أحد أن يمس حرفا منه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا بحفظ الله له سبحانه وتعالى. وأراد المؤلف رحمه الله تبارك وقد سبق إلى ذلك في مؤلفات ألفت في فضل القرآن الكريم، ومن أفضلها التبيان للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن أراد المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يكون له نصيب في من يصنف في فضل هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، فكان هذا المصنف الطيب المبارك على اختصاره إلا إنه نافع جدا، فصنف هذا المصنف فضل القرآن الكريم. بدأه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بباب فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى لم يعلق على النصوص التي أتى بها، وإنما اكتفى بالتبويب، الباب يدل على مراده، كما قالوا عن البخاري فقه البخاري في أبوابه، كذلك مراد الشيخ في أبوابه، يعني من خلال الباب تريد أو ترى ماذا يريد رحمه الله تبارك وتعالى. فالباب الأول باب فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. ذكر قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والمعلوم أن القرآن أفضل العلم، أفضل ما يتعلم العبد هو القرآن الكريم، هو سيد العلوم، ولذلك قدم بهذه الآية توطئة لما سيأتي. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طبعا هذا البشر
ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة، إما أن يكون المقصود نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون المقصود سائر الأنبياء ومنهم محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فإذا قلنا إن الكلام عن سائر الأنبياء، كل الأنبياء، ما كان لبشر أي من عموم الأنبياء أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي لا يمكن أن يقول نبي مثل هذا الكلام، لأنهم زعموا أن عيسى هو الذي أمرهم بالتثليث وكذبهم الله تبارك وتعالى بهذا، وقال ما كان لبشر أن يقول هذا، خاصة نحن نتكلم عن بشر النبي، لا يمكن أنتم تكذبون عليه. ولذا يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، لأنهم يدعون عليك ذلك، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فأنا كنت لما كنت عندهم ما كانوا يقولون هذا الكلام ولا أمرتهم بهذا، وإنما قالوه بعد وفاتي، فإذا بعد توفيتني أي رفعتني إليك بعد هذا قالوا ما قالوا، فهذا لم آمرهم به أبدا، وأنت تعلم ذلك، إن كنت قلته فقد علمته، ولكن الله سأله تبكيتا لهم ليبين لهم براءة عيسى من هذا الكذب الذي يكذبونه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا إذن إما أن يكون البشر هنا المراد جميع الأنبياء، فيقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيا بما كنتم تعلمون الكتاب، الكتاب هنا يكون الجنس يعني الكتب، يعلمون الكتاب التوراة الإنجيل الزبور الصحف الفرقان القرآن وغيرها من الكتب، أو إذا قلنا ما كان لبشر المراد هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن وما كنت تعلم كتاب، إذن هو القرآن الكريم. إذن إما أن يكون الكتاب المراد به القرآن الكريم ويكون البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الكتاب الكتب وهو جنس الكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هو القرآن، أو الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: ولكن كونوا ربانيا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني كما علمتم علموا، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هكذا يجب أن يكون الأمر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أخرجاه. وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. من منا لا يتمنى أن يكون ماهرا بالقرآن؟ الكل يتمنى ذلك، يعني بعد سماعنا لهذه القراءة الطيبة في صلاة المغرب، أنا أتصور أن الجميع يتمنى أن لو قرأ كما يقرأ الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. يعني الماهر بالقرآن قراءة وحفظا وفهما وعملا بما فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع السفرة الكرام البررة. الله يجعلنا وإياكم كذلك. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة صلوات ربي وسلامه عليهم، الذي يعني الله تبارك يكافئ الماهر بالقرآن بأن يجعله مع هؤلاء الأبرار، السفرة كرام من الملائكة يكون معهم عندما يكون ماهرا بالقرآن. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ليس كل الناس سيكونون ماهرين بالقرآن،
فقال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يتتعتع يتهجاه، لا يستطيع أن يقرأه قراءة صحيحة، يتعب. وإذا قال وهو عليه شاق، يتعب في قراءة القرآن، قال له أجران، له أجران. ما هما الأجران؟ قال أهل العلم أجر القراءة لأنه يقرأ، وأجر المشقة التي تحصل له. طيب لو قال قائل الآن أنا ماني متعلم قراءة القرآن، لأن الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة له أجر واحد، أنا لي أجرا، خلت تتعتع لنموت وناخذ أجرين. يقول هذا أعظم أجرا، وهذا كان طبعا غير صحيح، لأن له أجران ليس فيه أنه أعلى من السفرة الكرام البررة، هذا واحد. ثانيا هذا الحديث يشبه حديثا آخر قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الصحابة قد خرجا في سفر، فأصابتهما أو فقدا الماء، فقدا الماء فتيمما وصليا. في مشكلة أنهم تيمما وصليا؟ ما في مشكلة. فلم تجدوا ماء فتيمم، لم يجد ماء فتيمم وصليا، ولنفرض صلاة العصر. بعد أن صليا قبل دخول وقت المغرب وجد الماء وهما قد صليا العصر، أحدهما قال أنا الآن وجدت الماء وصليت بتيمم والوقت لم يخرج بعد، سأعيد هذه الصلاة، فتوضأ وأعاد الصلاة. الثاني قال لا، احنا صلينا بعذر ولم نجد الماء، فلماذا نعيد الصلاة؟ لن أعيد الصلاة. فأحدهما أعاد والثاني لم يعيد. طبعا الآن وقع خلاف بينهما، من الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، الذي لم يعد قال أصبت السنة، والذي عاد قال لك الأجر مرتين. الآن تعيد ولا ما تعيد؟ لو أنت كان ما تعيد؟ ليش؟ مرتين أجر، ها؟ السنة ما تبي مرتين؟ زاهد عندك أجر حيل كثير إن شاء الله. نعم، قال أهل العلم إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، أما الأجر الأول لأداء الصلاة بالتيمم هذا أجر، وأما الأجر الثاني فلأنه اجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ، لأن المسلم إذا اجتهد وأخطأ له أجر، وإذا اجتهد وأصاب له أجرا. هذا اجتهد وأخطأ فله أجر لاجتهاد الخطأ، وصلى بالتيمم هذا أجر، فأجران، أجر للصلاة بالتيمم وأجر للخطأ في الاجتهاد. قال أهل العلم والذي أصاب السنة هو الصواب، هو الصح. وإذا قال أهل العلم السنة ألا يعيد، لأن هكذا نص النبي أن هذه هي السنة، ولا شك أن اتباع السنة أفضل في هذه الحال. وكذلك هنا الذي يكون مع السفرة الكرام البررة أعظم من الذي يأخذ أجرين، أجر القراءة وأجر المشقة والتعب والتعتعة التي تقع منه. فلا يعني هذا أبدا الإنسان يظل يتتعتع بحجة أنه يأخذ أجرين، لا، كن مع السفرة الكرام البررة، ولا يحتج أحد ولا يعترض أحد ولا يقول إنه كبير في السن لا يستطيع، هذا كلام باطل. الكل إن شاء الله يستطيع ويحاول قدر المستطاع. في أناس، أنا اليوم كنت أشاهد امرأة عجوز عمرها قريب من 80، يوم كان عمرها 70 سنة تعلمت القرآن وجودته وحفظته، وكانت لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيئا من القرآن، خلال 10 سنوات حفظت القرآن مجودا وهي عمرها 70 سنة. فلا أحد يقولنا لا يمكن، لا يمكن. تميم الداري المشهور أنه أسلم في 9 من الهجرة،
في خلافة عمر كان يؤم الناس، يؤم عليا وعثمان ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ، لا سعد ما توفي، وطلحة وعبيد والزبير العوام وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة. أسلم في التاسعة في عهد عمر، عمر استلم في السنة 13، يعني بعد 4 سنوات أو 5 سنوات 6 سنوات من إسلامه صار إماما لكبار الصحابة. فالقصد أن الإنسان لا يتعذر بهذا، بل يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى يتمكن ويكون قويا في هذا. وكثير من الذين الآن ترونهم يعني حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، أو أنهم يجيدون التجويد أو غير ذلك أو كذا، خلال سنة سنتين أتم هذا كله. فليس هذا على الله بعزيز، فالإنسان يجتهد ويتوكل على الله والله يوفق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثاني قال خيركم، حديث عثمان، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هناك تعلم ثم تعليم، أنت تتعلم ثم تبذل، تأخذ ثم تعطي. يتعلم القرآن ثم بعد ذلك يبلغه الناس. نعم. ولمسلم عن أبي أمامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبها، أو قال يحاجان لصاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نعم، هذا الحديث حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قراءة القرآن الكريم أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والثابت أن القرآن والصيام يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما، يعني لمن يكثر الصيام ولمن له عناية بكتاب الله تبارك وتعالى يشفع القرآن الكريم، يأتي يشفع لصاحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، الزهراوين يعني المنيرتين، المنيرتين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. وسماه صاحبا لكثرة الملازمة، لكثرة قراءته للبقرة وآل عمران. يقول ابن عمر كان الرجل فينا إذا قرأ البقرة وآل عمران كبر في أعيننا، يقول يكبر في أعيننا إذا قرأ البقرة وآل عمران. ويقول ابن عمر جلست في حفظ البقرة 10 سنوات، لكن حفظ مع فهم مع تطبيق عملي رضي الله عنه وأرضاه. فهاتان السورتان من أعظم سور القرآن الكريم بعد الفاتحة، سورة البقرة وآل عمران. قال تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، الغمام معروف السحاب، أو غيايتان، الغياية الظل يعني تظللان، أو فرقان من طير صواف، فرقان يعني فريقان، فريق وفريق من طير صواف. شفتوا الطير حين جت مجموعة من الطيور مع بعضها، زين، شو يسمونه؟ سرب، سرب كامل من الطيور تمشي مع بعضها ثلاثة وتسوي ظل عليه، أو فرقان من طير صواف صافة مع بعضها. المهم يقول أنهما تضللان، تبونها غمامتان فهي غمامتان، تريدونها غيايتان غيايتان، تريدونها فريقان من الطيور، لأن سورة وسورة، غمام البقرة وغمامة العمران، غياية البقرة وغياية العمران، فريق من الطيور البقرة وفريق من الطيور العمران، تجتمعان وتضللان عليك، تحاجان عن صاحبهما. هاتان السورتان الكريمتان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة،
أخذها حفظها وتدبرها ودراستها وكثرة قراءتها بركة. هذه السورة بركة، أخذها بركة وتركها حسرة. وذلك أن الإنسان عندما يأتي يوم القيامة ويرى إخوانه الذين أخذوا هذه السورة واعتنوا بها كيف يكرمهم الله تبارك وتعالى، يتحسر: يا ليتني كنت معهم، يا ليتني فعلت كما فعلوا، يا ليتني قرأت البقرة. حسرة، تركها حسرة، لأن الله يكرم أصحابها. قال: ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة، البطلة هم السحرة. ولا تستطيعها البطلة أي لا تقدر عليها السحرة. ولذا ذكر أهل العلم أن من أكثر ما يبطل السحر سورة البقرة وسورة آل عمران، خاصة البقرة بالذات من أشد السور على السحرة. عندما تقرأ هذه السورة على فك السحر، سورة البقرة يقول: لا تستطيعها البطلة. وإذا رأيت ساحرا أو كذا اقرأ عليه سورة البقرة، يبطل الله سحره ويذهبه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. حتى إنه حدثني أحد الإخوة عفى الله عنه، يقول: دخلت إلى السيرك، يقول: وإذا هذا الساحر يقول: من يشترك؟ من يشترك؟ قلت: أنا أشترك. فقال: أخرج، عندك خردة دراهم؟ قلت: نعم. قال: أخرجها من جيبك. يقول: أنا بعيد عنه، أنا بين الناس، وهو على يسمونه المسرح هناك، مدرج. أي نعم. يقول: قال: أخرجتها؟ قلت: نعم. قال: عدها. عددتها. فيقول: أغلق يدك. أغلقت يدي. قال: هي عندك كذا وكذا وكذا وكذا. قلت: طيب. مرة ثانية يقول: وقرأت آية الكرسي وادخلت يدي أخرجت. قلت: يلا كم عندي الآن؟ قال: ماذا قلت؟ قال: مالك شغل، أخبرني الآن ماذا بيدي. قال: أخرجوه، أخرجوه. يقول: أخذوني، طبعا عندهم فتوات، يقول: أخرجوني بالقوة من المكان. فالقصد أن هذه السورة لا تستطيعها البطلة، يعجز الساحر عن أن ينفذ سحره عند من يقرأ هذه السورة المباركة. نعم. أحسن الله إليك. وله عن النواس بن سمعان أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمثال ما نسيهن بعد. قال: كأنهما ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. نعم. وهذا كالحديث السابق، يقول: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة ما نسيتهن. المثال الأول أنهما تأتيان كأنهما غمامتان، والثاني أنهما تظلان صاحبهما اللي هو الغيايتان، أو حزقان من طير صواف كالسابق تماما. نعم. وقوله بينهما شرق أي نور، شرق اللي هو النور، بينهما نور ساطع. نعم. كمشرق الشمس مثلا. نعم. وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. نعم. في هذه الأحاديث
النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءة القرآن، وقال فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صور فضل الله تبارك وتعالى، يعني مجرد أن تقرأ قل هو الله أحد كم حرف؟ قل هو أربع، الله خمس، هذه تسعة، أحد ثلاثة، 12 حرفا، بكم؟ 120 حسنة. قل هو الله أحد 120 حسنة. أكمل السورة، اقرأ غيرها، فما بالك إذا قرأت وجها من القرآن الكريم، فما بالك إذا قرأت جزءا من القرآن الكريم، كم يكون لك من الحسنات؟ كلنا نحتاج إلى هذه الحسنات، الكل يحتاج إليها. ومن أفضل الطرق التي يحصل بها الإنسان الحسنات ذكر الله، خاصة قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم. ومن السنة أن تكون لك ختمة في كل شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر مرة، ونص أهل العلم أن هذه هي السنة، أن تكون لك ختمة في كل شهر، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره، يعني الذي يمر عليه الشهر ما ختم فقد هجر القرآن. فمسلم أقل شيء أن تكون له ختمة في الشهر، أقل شيء. المشهور عند الناس اليوم أنهم يختمون في رمضان، ولكن ما الذي يميز رمضان عن غيره من الشهور؟ القرآن يقرأ في كل الشهور. نعم رمضان نقرأ أكثر، لكن لا تكون لنا ختمة فقط في رمضان، ينبغي أن تكون لنا ختمة في كل شهر. وهكذا كان عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لو ختمة في كل شهر، ورمضان ختمات، بعضهم يختم في كل يوم ختمة في رمضان، وبعضهم يختم كل ثلاثة أيام، وبعضهم يختم كل جمعة، لكن أكثر من ختمة في رمضان، لكن في غير رمضان له ختمة في كل شهر. وكم تكلفك الختمة؟ نصف ساعة في اليوم فقط، نصف ساعة في اليوم. يعني لو رتبت أمورك صلاتين فقط، تأتي مع الأذان تصلي ركعتين ثم تقرأ، خاصة الظهر والعصر والفجر والعشاء، تصلي ركعتين تجلس تقرأ القرآن، تختم في الشهر بسهولة. أبد كل، وأنصحكم نصيحة بعد، خاصة اللي ما يعرف التاريخ الهجري، تبي تتعلم التاريخ الهجري خل عندك كل شهر هجري من بدايته تقرأ جزءا، تعرف وين واصل وتعرف كم التاريخ الهجري. فالقصد أن الإنسان يختم في كل شهر، اقرأ القرآن، كان الحرف بعشر حسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف لام حرف ميم حرف. فيحرص المسلم على أن يكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، فإنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ وارتق يعني اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي تحفظها. هذا بالنسبة لمن يحفظ كتاب الله تبارك، يقرأها من صدره من حفظه، الذي تحفظ تقف عنده. فيحرص المسلم على أن يكثر من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لترتفع درجته عند الله، رفع الله درجتنا وإياكم، آمين. نعم. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك،
وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. نعم، هذا الحديث يعني جميل جدا، لكن فيه ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه أن القرآن الله تبارك وتعالى يمثله ببشر، برجل، يجعله رجلا، فيأتي لصاحبه الذي كان يقرأه عندما يخرج من قبره وهو شاحب، شاحب الوجه، يعني إنسان عليه الغبار وكذا، عندما هو الآن خرج من قبره، فيقول له القرآن هل تعرفني؟ قال لا ما أعرف. يعيد عليه هل تعرفني؟ قل لا ما أعرف. قال أنا القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، صايم قارئ، تقوم الليل وتصوم النهار، أنا القرآن الكريم. فيأخذ بيده أي هذا القرآن الكريم، ويشفع له عند الله تبارك وتعالى، ثم يؤتى لوالديه فيلبسان تاج الوقار، فيقال أو يقولان بما لبسنا؟ أي عمل عملنا؟ يقول عمل ولدكما وليس عملكما أنتما، وإنما عمل الولد. ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله يلحق الآباء بالأبناء ويلحق الأبناء بالآباء والأمهات أيضا طبعا والبنات كذلك. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يكرم الأبوين بتعليمهما القرآن لأولادهم، ولذا الإنسان إن فاته أن يعلم القرآن، يعني قصر أبواه مثلا في تعليمه القرآن، فلا يقصر هو مع أولاده، فيحرص على أن يعلمهم القرآن، وإن كان فاته هو فلا يفوت أولاده، وإن كنا قلنا قبل قليل حتى هو أيضا يمكنه أن يتعلم وينضم لتلك الفئة الطيبة المباركة من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، رواه أحمد والنسائي. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى، يقول أنتم أهلي، الله تبارك يقول أهل القرآن أي المقربون عندي هم أهل الله، أي مثل ما أي شيء ينسب إلى الله فهو نسبة تكريم في الأصل، ينسبه الله تبارك وتعالى إليه فهو نسبة تكريم، مما تقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، كذلك أهل الله، هذا كله تكريم من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين اعتنوا بكتابه، فقال هؤلاء أهل الله سبحانه وتعالى الذين يحبهم ويكرمهم جل في علاه. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا. عن ابن أبي مسعود، أبي مسعود، عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو مسعود البدري الأنصاري، غير ابن مسعود عبد الله بن مسعود، هذا أبو مسعود البدري الأنصاري. نعم، عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته أو قال تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. نعم، من فضل القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الناس إلا الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، يقوم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم إذا اجتمع الأقرأ والأفقه من يقدم، هل الأقرأ يقدم أو الأفقه، مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن حديث الرسول يقول يؤم القوم أقرأهم
لكتاب الله تبارك وتعالى، بشرط طبعا يكون يعني يعلم أحكام الصلاة، أن يعلم أحكام الصلاة. فالأقرأ هو الذي يقدم، والمقصود بالأقرأ الأحفظ، وليس الذي أجمل صوتا الأحفظ. وإذا يخطئ البعض اليوم يقدمون الأجمل صوتا مع وجوده أحفظ منه، هذا خلاف السنة. أو بعضهم كما نسمع كذا يقدم الأطفال في الصلاة بحجة نعودهم، غير صحيح هذا. تبي تقدم الطفل بالبيت عندك صل وراه، لكن لا يقدم على الناس في المسجد. يقدمون الأطفال خاصة دون البلوغ، نحن نتكلم المميزين، يقدم الأطفال المميزون في الصلاة بالناس بحجة أن صوتهم جميل أو تشجعون أو كذا، لأن كثير من أهل العلم يرى أن لا تصح الصلاة خلف المميز، صلاة الفريضة لا تصح خلف المميز، يعني من كان دون البلوغ، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. كذلك في الصلاة الأصل يقدم الأقرأ، لأن الصلاة تكليف وليست تشريفا، تفضل فلان تفضل أبو فلان كذا، لابد أن نحرص على أن يتقدم الأقرأ الأحفظ لكتاب الله تبارك، وليس عيبا إذا اجتمعنا. طبعا نتكلم عن مكان ليس فيه إمام راتب، مثلا جماعة يصلون متأخرين أو في مصلى أو الإمام غائب أو أي سبب نسب، فيقدمون أحدهم، لا يصير التقديم للأكبر سنا أو للشكل متدين أو كذا، لا بد أن يقدم الأقرأ لكتاب الله. وليس عيبا أن نقول يا جماعة من يحفظ القرآن كاملا ولا واحد، من يحفظ 10 أجزاء ولا واحد، من يحفظ جزءا يقدم، ما هو عيب أن يسأل الناس ثم يقدم الأقرأ لكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تصير المسألة تقدم فلان تقدم فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حسمها، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن كانوا في القراءة أعلمهم بالسنة اللي هو الأفقه يتقدم، إذا تساووا بالقراءة والفقه يقدم على خلاف بين أهل العلم، قيل الأكبر سنا يعني يأتي السن، وقيل الأقدم هجرة، يعني ما في هجرة الآن، فقالوا الملتزم قبل، يعني قبل هذا يعني أو الداخل في الإسلام قبل هو الذي يقدم هنا، ثم صاحب السن، ثم الأورع الأتقى لله تعالى في ظاهره وكذا. المهم أن التقديم في الصلاة للأقرأ، هذا الذي نريده، أن الأقرأ يقدم إماما في الصلاة. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، الإمام في المسجد هو صاحب السلطان، لا يجوز أحد أن يتقدم على الإمام، ويسمى افتئات أن يصلي أحد بدل الإمام والإمام موجود. وما يحدث الآن في بعض المساجد للأسف، إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين لا أحد ينتظره على الساعة، الحين من تشير الساعة إلا تقام الآن الصلاة، الإمام سيأتي، يمكن يأتي الآن، لا دخل الوقت ما ننتظر، غلط ولا يجوز هذا العمل أصلا، إلا إذا أذن الإمام، إذا كان الإمام أذن للمؤذن أو للمصلين قال إذا لم آتي في الوقت الفلاني أقيم الصلاة، نعم. أما إذا كره الإمام ذلك فلا يجوز، ننتظر دقيقة أو دقيقتين في المشكلة، يعني فعندما ينتظر دقيقة والإمام يختصر الصلاة يخفف عليهم لأنه تأخر، لهالدرجة الناس مستعجلين، يخلص الصلاة وما عنده شيء. حتى إني حضرت يوما أناسا تخاصموا على دقيقة في الصلاة، على دقيقة، هذا يقول الآن دقيقة الباقي دقيقة، لا ما دقيقة، لا دقيقة، لا دقيقة، لا دقيقة، على دقيقة، ثم بعد ذلك صلينا، أنا كنت حاضر بس لست إمامه، فلما صلينا وانتهينا من الصلاة كانت صلاة الفجر، فلما انتهينا من الصلاة ذهبت إلى البيت، ثم لقيت أحد المصلين الذين كانوا موجودين بالليل الله يرحمه توفي، فقلت له متى انتهى النقاش؟ قال والله أنا أنت لما مشيت أنا مشيت بعدك بس عندي علم. قلت كيف؟ قال أنا رحت البيت ونمت،
وطلعت الساعة 7:30 رايح العمل وهم توهم طالعين من المسجد وليتني قاعد أجرب. صور تخاصموا على دقيقة وجلسوا أكثر من ساعتين يتناقشون على الصلاة. يعني هذا 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 عمل الناس يخافون الله تبارك وتعالى. أشك أن هذا لا يجوز. فعلى كل حال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان قلنا المسجد بالنسبة للإمام، البيت بالنسبة لصاحب البيت، حتى لو إمام المسجد زارك في بيتك أنت الإمام إذا كنت تحسن الفاتحة، أنت الإمام. لو كان الإمام يحفظ القرآن كله لكن أنت صاحب البيت وتحسن الفاتحة أنت الإمام، لأن في سلطانك. إذا جاء أمير البلاد مثلا هو الإمام، لأن إذا كان يحسن الفاتحة أيضا لأنه هو السلطان. فالقصد لا يؤمن، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أبدا إلا إذا تنازل. يعني جاءك الإمام في بيتك وزارك فقلت، فقال لك تفضل أنت، أنت الإمام لأنك رب البيت، قال لك ولكني أذنت لك، لا مانع، يصلي هو إماما. لكن إذا صار نزاع كل واحد يقول أنا لا يصلي، صاحب البيت هو الذي يصلي. وإمام المسجد كذلك، إمام المسجد لو كان إمام المسجد لا يحفظ إلا 5 أجزاء مثلا وجاء من يحفظ 20 جزءا أو القرآن كله، ما يصلي، يصلي إمام الراتب ولو كان أقل حفظا لأنه في سلطانه. وهكذا فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال ولا يجد على تكريمته إلا بإذنه. يعني الأصل إذا دخلت بيت أحد زيارة تجلس حيث يأمرك، اجلس هنا أو اجلس هنا، أو حتى إذا دخلت أنت تقول أين أجلس، لأن يراعي هو فتح الباب، دخول أحد، شيء كذا سيأتي ضيف أو كذا، حتى لا يزعجك قم واجلس وكذا. المكان الذي يقول لك اجلس تجلس، تستأذنه أين أجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منه عثمان بن مكة أن يصلي في بيته أول ما دخل قال أين تريدنا أن نصلي، ما اختار مكانه وصلى صلى الله عليه وسلم، استأذنه أين تريد أن نصلي. فتستأذن صاحب البيت ولا تجلس في تكريمته وهو المكان المهيئ له لجلوسه، هذا يسمون التكريمة له. بين أن هذا مكان مثلا عند التلفون مثلا أو له وسادة خاصة أو مقعد خاص أو كذا، يظهر أن هذا مكان صاحب البيت فلا تجلس فيه إلا بإذنه، إذا أذن لك فهذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليك. وللبخاري عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. نعم. حتى في الموت في الدفن كان النبي صلى الله عليه وسلم اضطر في أحد، كما هو معلوم قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، والمكان بعيد عن المدينة نوعا ما والوقت متأخر، فكانوا هناك صعوبة في حفر 70 قبر، فحفروا ما تمكنوا فيه من القبور فجعلوا كل 2 في قبر واحد، كل 2 في قبر، وإذا جمع 2 النبي صلى الله عليه وسلم في القبر قال أيهما يحفظ أكثر من القرآن، قالوا فلان، قال قدموه في اللحد، فيقدمه ثم يتبعه صاحبه. حتى في الدفن يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، يعني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يقدم صاحب القرآن. ولذا جاء في الحديث الذي بعده إكرام حامل القرآن، يكرم حامل القرآن في الدنيا، تميز لهذا الشخص الذي يحمل كتاب الله تبارك وتعالى. ودفن والد جابر اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن الجموح في قبر واحد في هذه المعركة. يقول جابر فلم تطب نفسي، يعني أن والدي مدفون مع غيره، فأخرجته في زمن معاوية كأنه دفن البارحة. زمن معاوية، معاوية استلم الحكم من 41 إلى 60، يعني وهذا معركة أحد في سنة 300 للهجرة،
يعني أقل شيء 40 سنة إذا ما كان 50 سنة وكذا، يعني الله أعلم متى لك. قال في زمن معاوية، في سنة 41، في سنة 42، في سنة 50، في سنة 54، الله أعلم. لكن زمن، لكن أحد متى؟ 300 هجرة، يتكلم بعد 40 أو 50 سنة. حفر القبر، قبر والده مع عمرو بن الجموح، وأخرج والده ودفنه في قبر لوحده، يقول كأنه دفن البارحة، لم يتغير، لأنه شهيد، لأنه شهيد. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدفن يقدم حامل القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث الذي بعده، حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة، أن تكرم الشايب، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، إكرام ذي الشيبة. إذا أكرمت الرجل الكبير في السن فأنت أجللت الله. هذا يقول الله من إجلالي أن تكرم هذا، مو أنت شرط عليك. طيب أوك شباب، طيب أن تكرم ذا الشيبة من إجلال الله سبحانه وتعالى، أن تكرم حامل القرآن من إجلال الله جل وعلا، أن تكرم الحاكم المقسط العادل، هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، هذا كله من إجلال الله جل في علاه. نعم. طبعا حامل القرآن قال غير الغالي فيه والجافعة، لأن هناك حامل القرآن لكنه غالي فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في رواية لا يجاوز حناجرهم، بل قال لأصحابه يحقر أحدكم قراءته مع قراءته من كثر قراءته من القرآن، لكن غلات في فهم القرآن يعظمون فهمهم ولا فهم عندهم لكتاب الله تبارك. والجافي عنه الذي يحفظه ثم تركه والعياذ بالله، يعني لا هذا ولا هذا، دع هذا ودع هذا، ولكن حامل القرآن المعتدل فيه، هذا الذي إكرامه من إجلال الله جل في علاه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه. وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد. نعم. باب صعب جدا، يعني بوابه المؤلف رحمه الله تعالى بما فهمه، فقال: وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هنا بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها. سين تؤذنون؟ هل شنو هذا الأذان؟ لا دخل الوقت، دخل الوقت.
نعم. قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذا تحذير. وأم هنا قال أهل العلم بمعنى بل للإضراب، أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها، أي القلوب عليها أقفال. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وهي الأقفال. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل. قول الله تبارك: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم الذين أعرضوا عن القرآن فمنعهم الله تبارك وتعالى من فهمه، وصار ضلالا بالنسبة لهم. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يقرأه فلا يرى فيه إلا المتشابه، ولا يرى فيه إلا ما يضله لا ما يهديه، وذلك لانحرافه. فلما انحرف وأعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فلا ينتفع بما يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى لأن نيته سيئة والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي موسى، وقال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم، لأن هؤلاء الصم البكم هم لهم أذان يسمعون بها ولهم أعين يبصرون بها، ولكن لا ينتفعون بهذا السمع ولا ينتفعون بهذا النظر، فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أسماع أذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا ينتفعون بها، لا يسمعون ما ينفعهم ولا يرون ما ينفعهم ولا يعقلون ما ينفعهم، فصار وجودها كعدمها، بل عدمها أفضل من وجودها، لأنها صارت وبالا عليهم. فليتك ثم ليتك ما علمته، كما قال الألبيري في قصيدته. وذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ما بعثه الله به من الهدى والنور كمثل ثلاثة أراض نزل عليها الماء، أرض نقية أي بيضاء، نزل عليها الماء فقبلته ثم أنبتت العشب الكثير، فانتفعت ونفعت. وأرض صخرية حجرية نزل الماء جمعته، لكن هي ما استفادت منه لأنها صخرية، لكن الناس ينتفعون من هذا الماء لأنها تجمعه. وأرض طعام سبخة، سبخة الصبخ إذا نزل عليه الماء ما ينتفع الناس بل يضرهم، لا تنتفع الماء، كمثل الذي ينثر حبا في أرض سبخة، ليش تنثر الحب؟ قال ضيع الحب، ما تنبت هذه الأرض، لا تنتفع. قال: كمثل ما بعثني الله بالهدى والنور. الأرض النقية هي المؤمن التقي الذي يسمع القرآن فينتفع به ثم ينفع به، يتعلم ثم يعلم، يأخذ ثم يرسل. والأرض الصخرية والأرض القيعان السبخة، هذه الكافر المنافق لا ينتفع بهذا القرآن، وقد ينتفع غيره منه وهو لا ينتفع أبدا بهذا القرآن، كالمرائي مثلا، المرائي يعلم القرآن ينتفع الناس بتعليمه لكن هو لا ينتفع، كالأرض الحجرية التي أمسكت الماء فالناس يأتون ينتفعون من هذا الماء لكن هي الأرض نفسها لا تنتفع بهذا الماء. وهذا المنافق كذلك أو المرائي، أخذ القرآن عنده ويعلم الناس والناس يستفيدون منه لكن هو لا يستفيد لأنه ما أراد وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر المعرض عن القرآن فكالأرض السبخة التي لا تنتفع ولا تنفع والعياذ بالله. ثم ذكر الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن عمرو
بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقمع القبر. القمع اللي هو الغطاء اللي يوضع على القدر أو الآنية، قمع غطة. هذا الأقمع ما يدري إيش وضع ولا يدري إيش خرج، هو قمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لأقمع الناس الذين يعني كالبهائم لا يفهمون ولا يستفيدون شيئا. قال: ويل للمصرين. المصرون هم مصرون على الذنوب، الذين لا يتوبون ولا يقلعون عما هم عليه من الباطل، يتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل. ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف لا يثبت، وإن ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، الآية، وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية، عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إنك لمؤمن. وأما المنافق والمرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أخرجاه. وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: فما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. نعم. باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. طبعا هنا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لم يرد فهم القرآن، ليس لم يفهم القرآن وهو يريد فهمه، ولكن لم يفهم القرآن وهو لا يريد فهمه. ولذا جاء بالآية وهي قول الله تبارك: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، ماذا قال آنفا؟ قالوها على سبيل السخرية والاستهزاء، وهذه الآية نزلت في المنافقين ليسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، سواء كان القرآن أو غير القرآن الكريم، فهذه في المنافقين. فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا في المنافقين وليس في المؤمنين الذين لا يفهمون القرآن لضعف فهمهم أو لعدم قدرتهم على القراءة والتعلم، وإنما هذه في المنافقين. ومنها قول الله تبارك: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا ينتفعون بها. وأما حديث أسماء فواضح جدا، قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يعني فتنة عظيمة جدا، وهذه هي فتنة الممات. عندما يقول الله تبارك وعندما ندعو نقول: نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذه فتنة الممات وهي فتنة القبر. وإنسان دائما يدعو الله تبارك وتعالى أن يسلمه في هذه الفتنة وأن يوفقه إلى أن يقول الصواب، وليس القضية أن حافظ بيقول، لا، موفق أو غير موفق، توفيق من الله. إن المنافق يقولها في دنياه لكن لا يستطيع أن يقولها في قبره، لا يمكنه أن يقولها. فالمؤمن عندما يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يجيب. أما المنافق والمرتاب فلا يتمكن من الإجابة. المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والمرتاب والكافر فيقول: لا أدري، ها لا أدري. فيقول: هو محمد؟ يقول: سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. ثم يضرب بمطرقة على رأسه يصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين،
يسمعها الحيوانات، يسمعها الطيور، يسمعها الحشرات، لكن الثقلين لا يسمعان، وهم الإنس والجن. يقول لو أسمعتكم لما تدافنتم، ما تدفنون أهلكم، تخافون عليهم من هالضربة هذه. فالقصد أن الإنسان لا صار في قبره يسأل. ومن هذا السؤال ذكر أنه يسأل على القرآن الكريم، فيقول تعلمته وعلمته، أي أن السؤال أيضا يتضمن السؤال على القرآن الكريم، فيجيب بما علمه من كتاب الله جل في علاه. نعم. صلى الله عليه. باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار، قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني هي الأمنيات، يتمنون على الله الأماني. وذكر قول الله تبارك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هو لا يستفيد، كالعيسب البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، والحمار كذلك يحمل الأسفار ولا يدري ماذا حمل عليه، هل حملوا عليه جتا، هل حملوا عليه خشبا، هل حملوا عليه كتب علم، هل حملوا عليه بشرا، لا يدري، اللي يركب يمشي فيه أبدا. يقول لا تكونوا هكذا، لا تكونوا هكذا، هذا حال اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني هذا ليس مثلا طيب، المثل سيء. ثم ذكر حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان أن يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا على شيء منه. هذا الاختلاس وذهاب العلم كما قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال إن الله لا يقبض العلم من صدور العلماء ولكن بموت العلماء، فإذا مات العلماء تصدر الجهال. فهنا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا على شيء منه، والمقصود بالعلم القرآن هنا، لأن القرآن يأتي عليه يوم يرفع من الصدور ومن السطور، يعني الناس ينامون يستيقظون ما يحفظون شيئا من كتاب الله تبارك، يذهب من الصدور، يذهبه الله من الصدور، يفتحون المصاحف بيضاء ورق فاضي ما في قرآن، يرفعه الله من الصدور ومن السطور. كان رجل نصراني، كيف يعني يرفع من الصدور؟ رجل نصراني، عفوا، رجل مسلم كان مع جيش المسلمين، فلما جاءوا إلى بلد من بلاد النصارى عشق وهو مؤذن، عشق نصرانية قريب بيتها، كان صعد على يعني المسجد يؤذن فلم يحفظ بصره، فنظر إلى بيت فرأى فيه امرأة جميلة أعجبته نصرانية، فجاءها فطلب منها الزواج،
فقالت حتى تتنصر، وهو مؤذن يحفظ القرآن، قالت حتى تترك الدين، وشغف بها فتنصر وتزوجها، ارتد. فكان بعضهم يمر عليه يقول كيف أنت يا فلان؟ يقول في شر حال. فيقول أين القرآن الذي حفظته؟ كنت تحفظ القرآن. قال ما بقي منه إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قل هذه بس اللي أذكرها فقط، اللي أذكرها من القرآن يرفع من الصدور، سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يختلس العلم مقصود القرآن، أنه يرفع من الصدور والعياذ بالله. فهذا الرجل وهو زياد بن لبيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ما يرفع، نحفظه ونحفظه نساءنا ونحفظه أبناءنا وأبناءنا يحفظون، ما يرفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعدك من العلماء، يعني كنت يعني عدك. وقوله ثكلتك أمك، هذه دعاء، ثكلتك أمك يعني دعاء عليه بالموت، ودعاء عليه بالموت ثكلتك أمك يعني أمك تذكرك يعني تموت. لكن هذه تقال على سبيل يعني العادة فقط، وليس على سبيل القصد، يعني النبي لا يريد أن يدعو عليه، يعني وإنما كلمة دارجة عند العرب، مثل تربت يداك، لما يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. شنو تربت يداك؟ تربت يداك التصقت في التراب، ما هو شيء طيب. ثكلتك أمك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلق عقرة، يقول لصفية رضي الله عنها. طيب، هذه كل كلمات يقولها العرب ليس على سبيل الذم والسب وكذا، وإنما على سبيل التعجب، على سبيل التعجب. إحنا عندنا ترى تعجب الكويت، ها إحنا نقول ملعون الوالدين، شو سواها؟ لكن ما نقصد أن نلعن والديه، حيان أبوه هو اللي يقول ملعون الوالدين، شو عرف عن ولده؟ هو ما يقصد أن يلعن نفسه، لكن هي كلمة جرت على اللسان نقولها نحن، ولا نقصد بها السب واللعن وكذا، لكن كلمة جرت على اللسان، ولا يريد لعن والديه. يقول ابن الذين، لو ولي عاد يقول نعنبوه، هي ألعن أبوه، يلعن والده، يقول نعنبوه شاطر يعني قد يمدحه زين، لكن لا يقصد بها السب، وإنما تخرج على اللسان على سبيل العادة لا على سبيل السب، وإنما يراد بها الذم أو التحفيز أو ما شابه ذاك. قاتله الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله الله، مسعر حرب. وقاتله يقول ابن عباس عند العرب بمعنى لعنه، لكن لا يريدون بها اللعن، وإنما يريدون التعجب من هذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثكلتك أمك، كنت أظن أعدك من العلماء، علماء المدينة، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ يعني القرآن سيرفع، هذه التوراة والإنجيل ما نفعتهم، حرفوها وبدلت وغيرت، ما نفعتهم، بقاؤها لا ينفع إذا لم تكن القلوب نقية وسليمة، لا تنفع، لا ينفع وجود الورق، المهم القلوب لا الورق الذي يترك. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في أواخر آل عمران، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، يعني التفكر مطلوب. واحمد الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث ضعيف، ولا أن يعني كثير من الناس للأسف يقرأ هذه الآية ولا يتفكر، تمر عليها هكذا ولا يتفكر فيها. لكن هذا لا يعني الإنسان لا يتفكر، لأن الله تبارك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهو يسن للإنسان ويستحب له أن يتفكر إذا قرأ مثل هذه الآية. على كل حال نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.